عشت عمري على ناس كل مالي انا انصحهم لما نصحتهم فكروني اني بكرههم شنو اللي شافوا مني وحسوني اني باذيهم يمكن انا كنت غلطان زدت اهتمامي بيهم يا حسافه يا زمان حطيتني بدور الندمان اصلح وانفع وداري واخرت اتعذب وانهان ماني عارف من ابدي يا اخي مليت العاده اغلب حالي احكي وانصح بالاخر ماكو افاده فجاه صحيت على نفسي حتى احسن قرار صرت افكر ليالي وبيسالوني شبك محتار قلت العايش عليهم يكرهوني من ورايا ليش يجي يجرحوني او ليش بس معايا قلت خلاص انا من اليوم راح ارويهم فكرت شنو اسوي بس قلبي من طان اذيهم يا ناس هاي مشكلتي من هو اللي يفضها محتاج اشكي من هو اللي استقبل من عندي شكوى قلت لي اريد اشكي لك همي قال لي روح على غيري كل كلامك ما يهمني انصدمت انا لما قال هذا الكلام حسيت نفسي بوسط حلم من دون منام ليش هيجي صار معاي جد احسهم يحبوني طلع الصادق يا زمن بس بالمصالح يجوني ندمان على كل شي سويته انا لاجلهم ندمان على كل شي ضحيته انا عشانهم نكره كل عشرتي ما اقول غير الله يسامحهم عفوني بحسرتي وانا بهمهم واسيهم ارجع واقول ليش هيجي صار معاي ما ديت بعمري احد ليش الاذيه علي مقوله كل ظنكم اللي صار بي عادي مقوله كل ظنكم راح اكون انا راضي تردوني انسى وهون من بعد الصار بي صح المسامح كريم بس مو عن هاي الاذيه Thank you.